اعتدى جنسياً على الأطفال بالقوة، جريمة بشعة تهز المملكة العربية السعودية. ما القصة؟ أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيزاً بحق مواطن في منطقة مكة المكرمة بعد ثبوت إدانته بالاعتداء على أطفال جنسياً بالقوة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية واس. ما تفاصيل الجريمة؟ أقدم عبد الله بن محمد بن عبد الله الشهري سعودي الجنسية على الاعتداء الجنسي على أطفال بالقوة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وذلك بحسب الداخلية السعودية. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، مضيفة بإحالته إلى المحكمة المختصة. ولأن ما أقدم عليه من الضروب السعي في الأرض فساداً، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيزاً، وهو المتفق مع ما أدين به من جرائم خطيرة، ويتحقق معه المقصود من العقوبات وحفظ الأمن وحماية المجتمع. وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعاً. وقد تم تنفيذ الحكم قتل تعزيزاً بالجاني عبد الله بن محمد بن عبد الله الشهري سعودي الجنسية. وختم بيان الداخلية أن وزارة الداخلية استعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استدباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الأمنيين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. ويذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن تنفيذ حكم القتل تعزيزاً بحق 3 أشخاص أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في تمويل تنظيم إرهابي والانضمام إليه وتلقي تدريبات في معسكر خارج المملكة. وأوضحت الداخلية السعودية في بيانها أن المتهمين علي بن صالح بن مبارك السعودي الجنسية وصالح مرعي مبارك ومتعب عمر محمد اليمني الجنسية ارتكبوا جرائم إرهابية تمثلت في تمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وانضمامهم لتنظيم إرهابي وتلقي التدريبات في معسكر خارج المملكة والقيام بأعمال إرهابية وسطوا للاستيلاء بالقوة على أموال لصالح التنظيم وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والتستر على مخططات إجرامية لعناصر إرهابية أخرى.